يا حبي الباقي إلى الأبد ولا تزال. ولكن كنا أمي تانية زارتنا اللي مكتبخلت علينا للمينا كنطلب من الإخوان العليا تحضر معنا، هي زارة اللي مكتبخلت على أي إنسان في الدرب. ومرحبا للمينا هاي تحت تصريحاتكم من جمعية هلا والجميع أصدقاء حميد من قريب وبعيد، وتشكركم كذلك وتشكر جميع الأمهات. هذه باش تعرفوا الجيران باقي فيهم الخير، هذه فيها أكثر من الأم وفيها أكثر من الخير وفيها الأخوات. دوري كنهدي الوردة لكل أم حنونة ولكل جارة اللي باقا كتبقى للخير، وهذا البروفيل كنعطيكم الهدية ليها. إخواني أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي أسرة وعائلة جده، أتقدم بخالص الشكر والامتنان لأسرة جمعية هناء للأعمال الخيرية والاجتماعية. واسمحوا لي، انسحبت باسم جمعية ووضعت قبله أسرة، فهناء عائلة ينبت من بين أفرادها علاقة من الود والاحترام تميزهم عن باقي الجمعيات. يكفي أن هذه الجمعية تحمل اسم فقيدة العمل الجمعوي هناء التي غادرت لدار البقاء وترت اسمها راسخا بحروف من ذهب. شكرا لكم لاهتمامكم بالأم، فالأم مدرسة مهما بحثت عن عبارات لن أوفي حقها، وشرف لنا أن تكون والدة الحنون من ضمن لائحة المكرمات في هذا الحفل البهيج الذي يتزامن مع يوم الأم. تعذر حضور الوالدة اليوم لأسباب صحية، نسأل الله والعلي القدير أن يحفظها ويحفظ جميع أمهات وحضرات الأمهات وحضرة أمي الثانية وهي أختي مريم، التي لا أدع هذه الفرصة جميلة تمر مرار الكرام. اسمحوا لي أن أوجه رسالة لأمي وجل أمهات العالم. أمي الحبيبة، تأكدي ولو أني بحثت في مختلف دوالب الكتب والمعجبات اللغوية من أجل كلمة شكر، فلا توجد كلمة في حقك علينا. ولو جمعت قبلاء إخواتي وأخواتي وأحفادي، فينبغي أن أتوجه صوب مكان واحد هو رأسك الجليل. فلك ومنا عظيم السلام وكل فروض الطاعة والاحترام، فأنت من حملتنا 9 أشهر بمشقاتها ومتاعبها حتى نرى النور، وسهرت أعوام وسنين من أجل تربيتنا حتى صرنا رجالا ونساء. أمي الحبيبة، وحدك عيد لا يضاهيه الآخر، فأيامنا كلها عيد بتواجدك أنت نور البيت وشمعته التي تضيئه وتنير طريقنا. بفضل دعواتك الصادقة نسأل الله أن يحفظك ويديم لنا وأن يسعدنا في طاعتك وبرك. حفظ الله والدتي وجميع أمهاتنا التي تحضر معنا وغيرها بما حفظ الله بالذكر الحكيم. كل عام وأمهاتنا بخير، وشكرا لجمعية هناء. شكرا.